أبواب جهنم في سوريا على مصاريعها، وبدأ ضخ منتظم بأفكار ومعلومات ومعالجة جاهزة وحاضرة. رفعوا شعارات الإعلام السوري كاذب في أكثر من مسيرة، حرضوا على الإعلاميين. احنا أخذنا قرار أنه لا، بدي ظل بالميدان، وأنا كنت الإعلامي الوحيد في سوريا الذي يتم وضع عبوة ناسفة بجانب سيارته. ما متنا. الإعلام اليوم هو أساس في إدارة أي لعبة على الأرض، لذلك لما كانوا يوجدوا على الأرض فعلاً كنا نشوف مراسلين قلب فيه. كل ما تابعناه كان حقائق مصاغة تلفزيونياً، إعادة إنتاج للواقع وليس واقعاً. هذا ما حدث، الحرب الإعلامية على سوريا. يأتيكم الأربعاء الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القدس الشريف